نبدأ كالعادة رحلتنا في الصحافة العالمية من خلال أسبانيا وجريدة طبعا الجريدة الأسبانية ماركا الأسبانية اللي ركزت على كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وكتبت أنشيلوتي يملك سرا وحاصل طبعا على درجة الماجستير في إدارة المباريات القوية للريال. كمان الصحيفة اهتمت بمنتخب أسبانيا وكتبت دي ليفونتي دي لإمكانية تدريب المنتخب الأسباني حالة عدم طبعا استمرار لويس إنريكي. سبورتي الأسبانية ركزت على محاولات برشلونة لتغيير الحرس القديم، كمان تحدثت عن متابعة برشلونة للاعب لوفارو ماجر ووصفته بمدرش جديد. كذلك تحدثت عن تصريحات إيريك جارسيا واللي أكد فيها أن النقد لا يؤثر عليه تماما. لسه مع حضراتكم في أسبانيا مع موندو ديبورتيفو الأسبانية اللي ركزت على اتفاق برشلونة مع إنيجو مارتينيز مدافع أتلتيكو بلباو، وكتبت اتفاق مع إنيجو. الصحيفة اهتمت برضو بمباراة منتخب بولندا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت ليفاندوفسكي ضد ديونج في دوري أمم أوروبا. نروح لإيطاليا وتحديدا يعني إنجلترا، ونروح لميرور الإنجليزية اللي ركزت على مباراة إنجلترا وإيطاليا، مباراة كبيرة جدا ومهمة جدا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت الأسد يؤلم. كمان اهتمت الصحيفة بالمدافع الألماني أنطونيو روديجا لاعب طبعا ريال مدريد، وكتبت على لسان اللاعب ارتكبت أخطاء عن عمد لإيقاظ جماهير تشيلسي الهادئة. في فرنسا جريدة ليكيب الفرنسية اهتمت الجريدة بطبعا لقاء فرنسا والنمسا، وكتبت حتى لا تنزل تحت أكثر، طبعا ده في إشارة لضرورة تحقيق الفوز أمام المنتخب النمساوي. أما لاجازيتا دي سبورت الإيطالية صحيفة يعني قامت الصحيفة طبعا واهتمت بمستقبل مدربي ميلان وإنتر ميلان، وكتبت ميلان بيولي يجدد وميلان يريد فتح عهد جديد وإنزاجي ملفه مؤجل. اهتمت الصحيفة كمان بحالة فريق اليوفنتوس ووصفته بالفريق الحالة.